الحقيقة احنا النهاردة هنتكلم عن تشوهات الخلقية للأطفال، خصوصا للمناطق التناسلية عند الذكور. حضرتك تتكلم بشكل أكتر عن عامة التشوهات، وبعدين نتخصص أكتر في النقطة دي المرة دي، لأن احنا هنتكلم في مرات جاية عن حتت وأماكن تانية فيها تشوهات. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا التشوهات الخلقية أو الاختلافات الخلقية بنسبة حدوثها نسبة كبيرة دلوقتي، بتوصل لغاية 7%. يعني كل 100 طفل بيتولد فيهم 7 مولودين بتشوهات خلقية. التشوهات الخلقية دي بتتراوح من حاجات بسيطة، شفة أرنبية، شق سقف الحلق، وحمات أيا كان نوعها، وحمات داخلية أو وحمات خارجية. عندنا التشوهات الخلقية للمسالك البولية، عندنا تشوهات خلقية في الجهاز الهضمي ابتداء من المريء والمعدة والإثنى عشر والأمعاء الدقيقة والقولون وفتحة الشرج. والتشوهات الخلقية لفتحة الشرج كتيرة جدا جدا ولها مشاكل كتيرة جدا. وعندنا التشوهات الخلقية في الأطراف، صوابع الزيادة، سواء التصاق الأصابع سواء كان في القدم أو في الإيد. عندنا تشوهات كتيرة جدا سبحان الله، ولقوا كمان إن نسبة التشوهات الخلقية بتزيد مع وسائل الإخصاب المساعد. يعني الحمل الطبيعي بتبقى حوالي 7%، الحمل اللي بتساعد الحمل في حدوث الحمل بإخصاب مساعد أيا كانت الوسيلة، وجدوا إن نسبة التشوهات الخلقية سبحان الله بتزيد، ممكن توصل لغاية 30%. يعني كل 100 طفل بيولد بيبقى عندهم حوالي 30 طفل في تشوهات خلقية. وإحنا بنتكلم على التشوهات الخلقية عشان تعيشها صح وتعيشها أحلى وتعيشها مستريح، لازم يبقى ابنك مستريح. لا يمكن تقدر تعيش براحة وتحس ان ابنك قدامك تعبان او بنتك قدامه قدام حضرتك تعبانة وتكوني انت السبب. يعني كأم ممكن تكوني السبب؟ طبعا ممكن تكوني السبب. لو لا قدر الله ابنك عنده مشكلة خلقية، مولود عنده دي حاجة صغيرة خالص، فتحة البول ضيقة، ودي طب هي احد تقدر التشوه تعرف حاجة كده ازاي؟ بالظبط. هو بقى ده اللي احنا بنقول ساعات بتكون الام سبب في المشكلة. ازاي بقى؟ الولد عنده تشوه خلقي في الأعضاء التناسلية. التشوه ده ممكن يكون حاجة فتحة البول ضيقة. يبقى احنا دايما من أول يوم بعد الولادة بنلاحظ الحمام بتاع الولد. الولد بيعمل حمام ازاي؟ كميته قد ايه؟ في أم نصحة هتلاحظ تقول لك الولد بيعمل حمام رفيع وبيحدف قدام، هو ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. تخيل إنها ممكن تقول لا ده هو كده، أصل ده كان قالوا لي، أصل ده قالوا ده محتاج طهارة بس، أصل ما أعرفش كشف الدكتور وقال لك ده كده في الأول. وتفاجئي إن الولد بعد شهرين بعد سنتين ممكن توصل لدرجة إن هو عنده فشل كلوي. يا ساتر. فشل كلوي، البول ما بينزلش، في جزء بيركن في المثانة، بيحصل ارتجاع على الكليتين اللي أدى إلى فقدان وظيفة الكلى. هل دكاترة الأطفال بيبقوا واعيين لحاجة زي كده وعارفينها؟ المفروض، وعشان كده احنا بننادي ان دايما الولادات تتم في المستشفى. ودكتور الاطفال اللي بيستقبل الطفل بعد الولاده، مش الغرض الرئيسي من ان هو يكون موجود اللي هو الفيرست ايد اللي هو النفس ونلبس وندفي وخلاص. لازم افحص الطفل كويس جدا. دايما بنسال اهم حاجه الفتحات، فتحه البول، فتحه الفم، فتحه الشرج، فتحه الانف، فتحه الاذن، فتحه العين. الحاجات دي مهمه جدا تتفحص في اول 24 ساعه. وانس ان الطفل ما عداش بول في اول 24 ساعه دي كارثه وتوحي بكارثه، وعليه ان هو يجب الذهاب لدكتور واخذ راي جراح اطفال. احنا في جماعه تخصص اسمه جراحه اطفال. جراحه الاطفال ده كل ما يختص من جراحه من سن يوم لغايه 18. وساعات دايما كالعاده بنقولها ان هو لا ده احنا دلوقتي بنعمل جراحات داخل الرحم. يعني الام حامل والولد فيه مشكله، احنا بنخش والولد داخل الرحم ونعمل بعض العمليات الدقيقه، لانه لو اتولد ممكن ما يكملش، سواء كان مخ سواء كان كلى سواء بعد كده. والله حاجات كتيره ده بتحصل. ازاي؟ طب ازاي ممكن جراحه تتم الام جوه بتاخد، والام لسه حامل؟ ازاي؟ ما هو مش الام فيه بتخش تاخد بنج كلي، واحنا بنخش بالمنظار في بعض الامراض المعينه من البطن الام
للرحم لبطن الطفل، ونشتغل على بعض الحاجات اللي في الكلى، او لو عنده حاجه اسمها هيدرو نفروزيس او هيدرو كيفروس، ميه على المخ، وممكن نعملها سبحان وبتتعامل الله. وبتتعامل. طب مش خطر على الأم حاجة لا زي مش كده؟ خطر على الام ان شاء الله، مبقاش في خطوره ولا حاجه، وبتتعامل ونسبه نجاحها كويسه جدا. من ضمن التشوهات الخلقيه الحاجات اللي بتبقى الام سبب، من ضمن الاحليل السفلي. يعني ايه احليل سفلي؟ يعني حضرتك الشكوى تقول لك الولد وهو بيعمل حمام بيغرق نفسه، الهدوم بتيجي على ركبه، الشكوى الرئيسيه. التاني يقول لك ده فتحه البول مش في مكانها، والتالت طب يقول لك ده معلش طهاره ملائكه. حاجة واحدة واحدة بس، نرجع تاني لموضوع لو فتحة البول عنده صغيرة دي، يعني أنا عمالة أفكر فعلا هي الأم بس هتكتشف ده، لأن الدكتور الأطفال مش بيفضل قاعد مستني لغاية ما الطفل يعمل بول قدامه عشان يكتشف إذا كان عنده الدنيا تمام ولا لأ، بالظبط فبالتالي الأم الوحيدة اللي ممكن تكتشف حاجة زي كده، بالظبط ولكن برضو صعب جدا تعرف الفتحة ضيقة ولا تمام، يعني بالظبط. هيبقى صعب ما اولا بالنادي لأنها ان مش خبيرة فعلا. دكتور جراحه اطفال يلقي نظره زي ما دكتور الاطفال بيلقي نظره ساعه الولاده، الام تاخد البيبي وتعرض على دكتور جراح اطفال، ده رقم واحد. رقم اتنين تبقى ام بتلاحظ بتشوف حمام الميه بتاع الولد. هو انا حضرتك هو فعلا انا بواجه كوارث من هذا النوع، طبعا بمعنى لما انا بقول كده وبطلب من الام كده، بس انا عارف ان في اوقات كتيره الام ما بتبقى، يعني حضرتك ده ام من فتره طويله وعندها بنتين، والبنت عندها يمكن 16 سنه وجالها لسه بيبي صغير، تقول لك انا ما عنديش اولاد قبل كده عشان اعرف هو ايه الطبيعي، عشان اعرف اللي مش طبيعي. طبعا ده صعب فالسؤال جدا، بديهي، بس هو دايما بيقول هي مدام الولد شايفه اصلا بول نازل خلاص يبقى تمام، يبقى مش بقى السترين بتاعه او بالظبط التدفق او رفع البول عامل ازاي، دي صعبه جدا. بالظبط. عشان كده بقى بتيجي مثلا بتيجي باعراض تانية، الولد ما بياكلش كويس، الولد بيرجع، الولد تملي حرارته عاليه، الف ب. طب نعمل تحليل بول. لما نيجي نعمل تحليل بول لطفل عنده ضيق في مجرى البول، بتلاقي دايما في صديد. انا لما الاقي صديد يبقى انا ببدا ادور وافحص المسالك البوليه من اول فتحه البول، اللي سواء كانت في مكانها وضيقه او مش في مكانها. فتحه البول مش في مكانها اسمها احليل سفلي. الام تروح للدكتور، ممكن دكتور الاطفال يقول لها استني ما يكبر شويه، اصل حجم العضو صغير. لا ده في بعض الحالات بيقول لك سيبه لغايه ما يبقى عنده 5 6 سنين لما يروح المدرسه. كارثه. احنا بنعمل تصليح مجرى البول الاحليل السفلي عند 6 شهور، بدايه من 6 شهور، حتى لو كان حجم العضو صغير، حتى لو كان حجم العضو صغير، لان لو استنيت لما حجم العضو يكبر حضرتك انا ممكن استنى سنين وبرضه حجم العضو يبقى صغير. فعندنا بنستخدم كريمات معينه عاملها لنا استاذ عقاقير في كليه صيدله، لان البديل بتاعه للاسف غالي جدا ومش موجود، بحوالي 2000 جنيه تقريبا، وما بيبقاش موجود عشان الاستيراد. فاحنا عندنا التركيبه والاستاذ عقاقير بيعملها، بنستخدمها مرتين، مره صبح ومره بالليل لمده 6 اسابيع، بتجيب نتائج كويسه جدا وحلوه جدا لتكبير العضو الذكري في الاطفال، عشان نحدد ونعرف نعمل عملية.